أعود وأرحب مرة جديدة بضيفتنا من موسكو المستشارة السياسية في مركز الدراسات الدولية إلينا سوبونينا. لابد أن أبدأ معك سيدة إلينا وأسألك عن رأيك غدا في هذه المفاوضات التي ستجري بين وزير الخارجية الأوكراني والروسي. هل نتوقع نفس النتائج التي كانت ترشح عن اجتماعات الوفود الأوكرانية والروسية التي عقدت في بيلاروسيا؟ مساء الخير. هذه المفاوضات على مستوى الوزيرين هي أهم بكثير برأيي من محادثات في بيلاروسيا، ولكن هل علينا أن نعول عليها؟ أعتقد أنه ليس كثيرا. من جديد هناك الشق الإنساني، فهذه المفاوضات ممكن أن تساعد على إيجاد حلول بالنسبة لممرات إنسانية، ولكن قضايا جوهرية هي لن تنحل عبر هذه المفاوضات. ولكن كبداية لوساطة دولية، هذه الخطوة هي إيجابية. الآن هي ليست فقط وساطة تركيا، ولكن هي أظن مشتركة تركيا إسرائيلية. هناك تنسيق ما بين الدولتين، وهذا يعني بأن هناك دول تريد أن تتوسط من أجل إيجاد الحل. سيدة إلينا، اليوم كان هناك من الكرملين حديث، أو متحدثة باسم الخارجية الروسية تحديدا، قالت بأنه الكرملين وروسيا لا تريد احتلال أوكرانيا ولا تريد أن تدمر البلد وأنه تعترف بالحكومة، وغدا نحن أمام هذه المفاوضات. هل فعليا ممكن أن نعتبر أنه هناك نوع من الليونة في المواقف الروسية ربما تنعكس غدا وتكون حجر لانطلاق مفاوضات على مستوى أكبر؟ لأنه كان قبل قليل أيضا هناك كلام من مكتب الرئيس زيلينسكي يقول أنه الحل سيكون فقط بمفاوضات بين الرئيسين. نعم، لحتى الآن نحن في تقاطع طرق، ولحتى الآن روسيا لم تختار أي طريق هو أفضل، وهناك تحضير لهذه المفاوضات في تركيا، فأكيد هذه التصريحات هي ضرورية من أجل هذا التحضير. ولكن هل حيؤثر هذا الشيء على مجرى العملية الروسية في أوكرانيا؟ أنا أظن أنه لا. فهناك خطة عسكرية، وروسيا ماشية في إطار هذه الخطة. فالسؤال من أجل إيش معناتها هذه المفاوضات؟ من أجل إيجاد حلول لمسائل ولقضايا إنسانية، من أجل تحضير للمفاوضات المستقبلية. ولكنني لا أستطيع أن أتصور أن بوتين ممكن أن يتفاوض مع زيلينسكي في نهاية المطاف، لا أستطيع أن أتصور ذلك. سوبونينا، إلى أي مدى هذه النقطة أيضا يمكن أن تستخدمها روسيا؟ يعني كما ذكر دكتور محمد أنه حتى الساعة لا يزال الموضوع موضوع تلويح باستخدام هذه الورقة. هل في حال استمرت هذه العقوبات بالتزايد ستكون ضمن خطة الرد بالمثل التي أصلا تعمل عليها روسيا؟ ولحتى الآن التلويح، ولكن بالفعل مثل ما قيل قبل قليل، هناك كان تصريح نائب رئيس الوزراء الروسي السيد نوفاك، وهذا لأول مرة خلال بدأ هذه الأزمة روسيا تلوح أو تلمح بأنه وقال لدينا الحق ممكن، لدينا الحق بإيقاف نورد ستريم واحد. مضبوط، وهذا الأمر مقلق، لأنه حسب الخبرة الماضية أولا حتى هذا المسؤول كبير المستوى لن يقول شيئا ما بدون تنسيق مع رئيس بوتين، وإذا رئيس بوتين سمح بهذا القول فمعناته هو ممكن أن يسويها في حالة الضرورة. فبوتين الآن قلب الطاولة وكل شيء ممكن. حسب ما أعرف هذا المسؤول نائب رئيس الوزراء الروسي سيد نوفاك غدا
يكون لديه لقاء في البرلمان الروسي مع مندوبي البرلمان، وهو سيجاوب على أسئلة المندوبين، وأنا أتوقع أنه هو حيوضح هذه النقطة بالذات. ولكن روسيا ممكن أن تتخذ بعض الخطوات كرد الفعل، وهذا الشيء أنا لا أستطيع أن أستبعده رغم أنه تداعيات ممكن أن تكون خطيرة. ما هنا سؤال سيدتي، انه هذه العقوبات التي ستفرضها روسيا على الدول التي فرضت عليها عقوبات مسبقا، الى اي مدى يمكن ان تخفف من تداعيات العقوبات الاساسيه على موسكو؟ كيف يمكن ان تخدم الاقتصاد الروسي او ان تحد من سلبيه العقوبات على الاقتصاد؟ هذه الخطوة أكيد لن تخدم الاقتصاد الروسي، ولكن هي حتلحق ضررا بالاقتصاد الأوروبي، وهذا يعني أنه في نهاية المطاف هذه الدول الأوروبية حتأتي لروسيا من أجل التفاوض، فممكن الضغوطات حتكون أشد بعد اتخاذ هذه الخطوة، ولكن الفترة الزمنية ممكن أن تكون أقل لأن دول أوروبية لا تريد أن تتضرر بعد، فهذه هي يمكن رؤية لدى الإدارة في موسكو.